السلام عليكم وتحية ملكية من عند فاطمة الوطنية. وشي ناس مشاو عند ساكنين هنا مولا الدار، مشات عند شي عائلة ديالها وشعلت ليها العافية الدار، ما عرفتوش خلات شي مزمار ولا الله وعلامة الحق، باقا ما جات. الحمد لله جاو البومبية وجات الشرطة المحلية وجاو الناس السلطات، كل شي حضر وعطقوا العافية، عطقوا العافية العافية. ما مات حتى واحد الحمد لله، ما تحرك حتى واحد، والمريخ غير ارتاح. فاطمة رمز الكفاح. البوليس بالزربة جات للقاية، بالزربة حضروا الناس ديال السلطات، كل شيء كل شيء حضر في عين المكان، كل شيء الحمد لله. وفوا هذيك الساعة ورا البومبية تا هما جاو، وجيت أنا راه فيا 4000 ومليون واحد فيا أنا بوحدي، ودعوا معايا رانا مريضة الله يشافينا.
كيف ما السوق مشتبع قناة من 24 حرق بمنطقة درب مولاي شريف منطقة الحي تدخل سريع لرجال الإطفاء
كيف مشوا مشتبع قناة من 24 تدخل برولي لرجال الإسعاف ورجال الوقاية المدنية حضور فعل المكان في وقت سريع بالنسبة للناس اللي كتسول على الزنقة، الزنقة 11 درهم ولا 20 بالنسبه للمشكل الوحيد اللي دابا باقي في هذا الدار هذا هو الضوء انقطاع التيار
الشبيه قناه منبر 24 كيف مشوا تدخل بطولي وسريع لرجال الوقايه المدنيه. شكر خاص لهم بالفضل ديالهم جنبوا بزاف ديال المشاكل وتقريبا خسائر بشريه قليله والى نادره لان الدار كانت خاويه. مشو مشتبه قناة منبر 24 الآن الحمد لله كل شيء تم على أحسن ما يرام. حضور رجال إطفاء في الوقت المناسب وأيضا رجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن جميع الجهات المسؤولة حضرت بفعل المكان. الحمد لله كل شيء داز كل شيء بخير الحمد لله. بالنسبة للناس ساكنة الشدرب مولاي شريف بمنطقة بمدينة الدار البيضاء الحمد لله على سلامتكم. نتمنى تكون خسائر مادية قليلة لأن هي اللي كاينة غياب خسائر بشرية تامة. كنتمنى تكون خسائر مادية قليلة وشي مساعدة من طرف السلطات.
الفاش.